وفرعيها الطارح على سطح داري. الغلة غلتني رماني على كم حلاوة، المية بقلتني أحلام الجلال الجناوة. الغلة غلتني رماني على كم حلاوة، المية بقلتني أحلام الجلال الجناوة. سيليبي اصحى يا سيليبي. سيليبي انا بنت صاحي. صباح الفل يا سيدي الناس. صباح الخير. نوب العواف. الله يعافيك. واحد جسمه مكسر جامد قوي. انا اقول يا سيليبي ده مرض ما عندكش الأوضة لسه. فداك يا سليم. كان يزن شوية. فداك يا سليم. أنا قولي هو اهدي. اهدي يا سليم. أنا ده الدبانة بتاعت العيلة الهرسية اللي تثبت إن أنا من عيلة هرس من الموروث. أيوه. بقول لك إيه؟ إيه؟ أنا هقوم أخد حمام وأنت حضر الفطار كده. طب أجيب لك إيه تشق بيه ريق؟ شو ايه؟ ريقك. والله حفظه والله حامل جريمة تيتل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه بس اصلاها كنز شوية فانا مش واخدها على كده. ماشي انا ان كان علي اجيب لك شوية فاكهة، يعني بوز. ايه؟ بوز او بانجة. بوز او بانجة؟ ايه؟ يا بنت من مصعب انت عارفة؟ انت عسل؟ انت غير ما اقوم انا عشان ده. يلا قوم وانا احضر لك شوية فطير على شوية عسل على شوية بيض على شوية جبنة. يا عسل انت يا بنت. على مهلك على مهلك يا سيدي. ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه يا سيدي؟ لا تكذب لا تكذب يا انت 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 يا بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات عيلة تيها تيها يولاد الحلال. بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات الحلوة خوخة خوخي خوخي جمع بدوخة دوخي دوخي الحلوة خوخة خوخي جمع بدوخة واللي يلاقيها يلاقيها يطلب لها بالحال. ولا أبوك بيك أنا. جدك إيه يا سليم؟ الدواء الجبنة دي شفت لد بالهنا والشفي. لازم الواحد يتقوت وهو بياكل. أباليه؟ مش في مش في مش في بكود. شفت البكود؟ يا سليم بي ده من السقيد اللي بيخبط دلوقتي ده. مش عارفة يا سليم. هاتلي التسكتة من على البلاص. سكتي؟ يلا. ايوه يا ده انت تسكت يا بنت. هاتي يا سليب يا اختي عليكم على جمال. ايوه كده ايوه مظبوطه في النص. ايوه جايه مين؟ انا علوان يا سليمبي. عايز ايه؟ ايه ده هو انت بتاكل ولا ايه؟ قوم يا بنت جوه. قوم يا بنت جوه. يلا يلا انت جوه. كلام الفاضي ده عايز يا عم عدوان. مش انا اللي عايز، جناب العمده هو اللي عايز. ولما العمده هو اللي عايز هو ما جاش ليه؟ ما بوعتناني عشان اجيبك تروح له. يا سلام
وانت صفت صفت مهليك ايه بقى؟ انت بتستهزئ بيا يا استاذ لمبي؟ اعمل ايه؟ انت عارف جناب العمده اللي انت شايفه طايح في البلد شمال ويمين وعامل زي ذكر البطن كده ما يقدرش يتحرك غير باشاره من صباعي دي؟ قول لي ليه؟ ليه؟ بقول لك قول لي ليه؟ ما بقول ليه انت رامي ودنك تحت رجلك؟ انا بقول لك ليه؟ اهو اهو ليه؟ ليه؟ عشان اهلي دراعه اليمين. ليه هو اقطع ولا ايه؟ ملوش دراع؟ انت بتستهزئ بيا يا سليمبي؟ لا ما بستهزئش ولا حاجه. لا انت بتستهزئ بيا يا سليمبي؟ يا ده احنا اخوات بلاش الكلام ده عيب. طب خلاص على العموم العمده عايزك تروح له في الدار في التو والحلو اللحظي. طب خلاص خد البيضه دي امسك البيضه دي. ايه دي؟ دي رشوه انا كده وش صريح يعني. طب يا سليمبي خد البيضه وقول له ان انا جاي بديلك. ما تتاخرش والنبي يا سليمبي. لا والله تعبص بديلك هتلاقيني على طول. ما تكذبش التهزيه يا سليمبي. عيل يا راجل ده انت مهزر لوحدك عجبتك تهزيه تاني. يلا روح انت انا جاي. خلاص يا سليمبي اكيد فوتك بعافيه. مع الف سخراره مع السلامه. عليك اعوذ بالله شكلك عامل زي الرجل الفاس. جرب توحى اخرج يا سليمبي. تعالى يا بنت تعالى. كان عايزك في ايه العبد دي على الصبح؟ انت بتصليت عليا يا بنت ولا ايه؟ بش رجلي بش رجلك؟ ايوه بتأخذني. ايوه لا مش عارف ده كان عايزني كده وانا بعدين ابقى اروح في وقت تاني مش مهم يتحرق يولع. ليه؟ مش انت يا سليبي كنت عايز تتجوزني عشان تدخل وتخرج في دوار العبد براحتك؟ صدق يا بنت انا نسيت الموضوع ده خالص. ايه؟ والله ده انا نسيت موضوع الكنز ده العسل وال والشهد المكرر ده نساني كل حاجة. يا يا سليب احنا في الصباحية. ايوه بنتي شفت امبارح كانت عاملة ازاي الليلة؟ شفت النطة اللي نطتها من السقف من البوز للبوز؟ شفتيه؟ عشان اوريك انا مرجعها اوريك نمرة تانية. طب يلا روح له بسرعة. هو تأكيد بقى بعت لنا عشان انا بقيت الراجل بتاعك؟ ها؟ فبقت لي استأذننا عشان خاطر مراتي تشتغل خدامة عندي. أمال إيه؟ نفهم في الأصول. بلك أنت العبد ده بين أهل الكرب، ده بيعرف ربني وهو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حمر. على الطلاق ما فهمت ولا كلمة. واحدة واحدة بقى عشان أفهم أم الكلام ده وأعرف إن أم الحرف ده بيخرج بيخبط في أنا حتة. يلا قولي. بقول لك هو اللي بربيني بين ولا حتة لحب حمر. هي اللحمة الحبرة أنا عارفها هي فين؟ في المريخين عندك جوه، هي اللي قافلة كل الحروب دي. يا سليبي بتكلم باله كلابي. لا بلوش، كلابك بلوش حاجة خالص. أنا هروح له بقى ها؟ يلا روح. وأنت جهزي نفسك. هدعي لك. اعملي أكاوي. وكوارع. هتلاقيني نازل من لمة. ده أنت أنت هتتعطلي. يا سليبي. يلا قوم. روح ليه؟ يلا روح للعبد. ايوه روح ده عيالك يا سليمبي. ايوه ويخليك لنا يا حضرة العبد ويوفقك يا سليمبي وتلاقي الكنز ونهجي من هنا ونشتري دار كبير ونشتري بقرة وجابوسي وبواشي وجبل. ربنا يوفقك يا رب يا سليمبي وترجع لي بالسلامة يا رب. ده عيالك بالحب بالحب اللي جوه قلبي يا سليمبي. يا رب يا سليمبي. يلا يا سليمبي.